still see your shadows in my room. I can't take back the love that I gave you. It's to the point where I love and I hate you, and I cannot change you, so I must replace you. Oh, easier said than done. I thought you were. أحبائي سعد صباحكم. صباح النور، صباح الورد، صباح الحب، وصباح الود. أتمنى يلقاكم صوتي بأحلى أوقاتكم يا رب. بونجور tout le monde, good morning and bonjour. أوديو اليوم تتم لما بدأت به البارحة حول العوامل التي تجعل من رحلة توائم الشعلة رحلة متعبة مكلفة باهظة الثمن، أحيانا قوية كذلك في المشاعر، قوية في العواطف إلى آخره. قبل بداية الأوديو حبيت أبعث رسالة لبعض الأشخاص سريعا. أولا في شخص كتبت لي على المنتدى اسمها خديجة، قالت لي أنا نكتب لك وانتي ما تاخديش تعليقاتي بعين الاعتبار. خديجة حبيبتي، أنا أكيد بشر مثلك، يعني مش كمبيوتر. وأنا لما ندخل، وأنا قلت هذا الكلام سابقا، لما ندخل على التعليقات نبدأ نجاوب في التعليقات حتى نجاوب على أكبر قدر ممكن من التعليقات، ثم نخرج لما نتعب. أوكي؟ فإذا ما شفت تعليقك فهو بمجرد الصدفة، ما في أي تمييز، لأنه في شخص آخر اسمها يبدأ بكلمة سامح وسامح ظلمتيني أو ظلمتني، لا أدري إذا كنت بنت ولا رجل. ظلمتيني لماذا؟ لأنني لا أميز أبدا في الإجابة على التعليقات أبدا. الناس اللي نبدأ التعليقات من الأول للأخير، يعني أنه اليوتيوب يحط التعليقات حسب ترتيبها كما وردت، فنبدأ من فوق ونجي نازلة، فنجاوب على أكبر قدر ممكن. وإذا شدني سؤال وجدت أنه مهم أو وجدت أنه ضروري نجاوب عليه اليوم، مش ما نخليش. يعني في ناس تكتب لي وتستشيرني في أمور فلازم نجاوب عليها، على الأقل لازم نشجعها أو نعطيها أن بوش إنرجيتيك إلى آخره. فبليز ما تظلمينيش، إذا لم أجيبك فهو لمجرد الصدفة، وأنا ما نعمل أي تمييز، لأني لا أعتبر أبدا أنه في أشخاص أحسن من أشخاص أو فيه تعليقات أحسن من تعليقات. كلكم عندي سواء، كلكم أرواح واعية، كلكم أحبائي، كلكم أصحابي، وما نتميزش بيناتكم، كلكم نحبكم بنفس الطريقة بنفس الدرجة. طيب في تعليقين كذلك أحب الدالين. تعليق مهم شفته كان حول الغيرة. كانت سألتني وحدة، قالت لي لا أدري وحدة ولا واحد ممكن، فادي شكرا ليك على كلامك الطيب. قلت لي دامت ضحكتك وأنا أقول لك دامت سعادتك ودام وعيك ودام كلامك الطيب. وإيمان جيزة قالت لي أشعر بالحزن لما ينتهي الأوديو. حبيبتي ولا تحزني، طول ما أنا حية طول ما فيها نفس مش رح نسمح فيكم، دايما رح نجاوب على أسئلتكم، دايما نكون متواجدة معكم. حبيت نحيي كذلك كيسي روجافا اللي مريتي عندي البارح في الأوديو، خليتي لي سلام وأنا سلم عليك ونبوسك من المكان الذي تحبي ونقول لك that's okay، أنك خرجتي من هذا البحث ومن هذا الدوامة البحث في هذه العلاقة. إذا أنت سعيدة وإذا أنت مرتاحة وإذا أنت حاسة أنك ما ظلمتي أي شخص وما عملتي أي شيء خاطئ، فايت أوكي، وأنا سعيدة بمرورك حبيبتي، وأنا أعرف أنك تحبيني حتى ولو مش موجودة. فيه ناس كثر يتابعوني وما يكتبوليش تعليقات، that's okay for me، المهم يبعثوا لي بطاقة طيبة، طاقة حلوة تشجعني تعطيني أن بوش حتى نكمل في معكم. في كذلك سؤال قلت كانت سألته لي شخصية حول الغيرة، قالت لي يا ريت لو تشرحينا كيف تكون الغيرة اللي هي عامل سلبي تكون في خدمة القيم الإنسانية. لما أحد التوائم يدخل في علاقة مع شخص نرجسي أو شخص ظلامي أو شخص ذو طاقة سلبية، التوأم الآخر يستشعر بواسطة طاقته هو، لأنهم تقريبا يتبادلوا فيه ديفازو كوميونيكيشن بيناتهم، فيه طاقات متبادلة بيناتهم.
نفرض أن هذا الشخص عنده طاقة إيجابية بحياته، فلن يشعر توأمه بأي غيرة من هذه الطاقة، وممكن لن يعرف أبدا بوجودها. لماذا؟ لأنها طاقة صديقة، طاقة إيجابية، مش رح تعطل المسار الروحي للعلاقة. أما إذا كان دخل أحد التوائم، سواء الين ولا اليانج، يعني رجل أو المرأة، دخلوا في علاقة مع شخصية سلبية، شخصية ظلامية، رح تحط حواجز أو رح تعيق تطور العلاقة أو تطور الوعي لدى الطرفين، فسيغار التوأم اللي شريكه دخل في علاقة. يعني رح يحس، رح يشعر بالغيرة، ورح يدخل في خلافات معه بسبب هذا الشخص. والغرض، كل الغرض من هذا المشاكل، هو أنه يطلع شريكه في الطاقة من هذه الطاقة السلبية. أوكي؟ وأخيرا حبيت أحيي راكان المالكي، قال هي علاقة للأقوياء، ونقول لك نعم، هي علاقة للأقوياء، تسقل الروح فعلا مثل ما قلت، تسقل الأرواح وتجعلها تتحد في كتلة واحدة مع طاقة الكون، وتجعلها تخرج أحسن ما فيها للعالم وللبشرية. طيب الآن سأبدأ الأوديو، رح نكمله العوامل اللي ممكن تلاحظوها بحياتكم لما تدخلوا في هذه العلاقة، وهذه العوامل مثل ما قلت البارح هي التي تجعل هذا الرابط الروحي أقوى، وتجعل كذلك محيط هذه العلاقة أشد قساوة، أشد ضراوة. الحرب راح تكون ضارية بين الإيجو عند الشريكين وبين المجتمع اللي عاديهم، المجتمع اللي واجهوه أكيد. طيب الآن العوامل المتبقية اللي ما حكيتش عنها أمس، أعتقد الحق للخامس. طيب الترتيب لا يهم، أوكي، أو العدد لا يهم، لأني حسرتها هكذا فقط ودونتها ودونت رؤوس أقلام عليها حتى ما ننساش. فإذا العامل الخامس ليحدد كذلك قوة رحلة التوأم عندكم، هو انغماس الطرفين وفي مهمتهم الروحية. يعني أنت كل ما انغمستي في مهمتك الروحية واشتغلتي فيها بصدق وإخلاص، كل ما كانت علاقتك أقوى، كل ما كانت توأمتك بهذه الروح الأخرى أقوى. لماذا؟ لأن العمل على مهماتكم الروحية سيخدم من جهة تطوركم الروحي، وسيخدم تطور أوتوماتيك. ما عندي روحين ملتقيتان أو روحين على نفس الذبذبة، فكل ما ارتقت أحدهما إلا وارتقت الأخرى معها. يعني محال أن واحد فيكم يرتقي روحيا والآخر ما يتبعوش، من سبع المستحيلات. فكل ما حصل تطور ضيق كبير ملحوظ على روح ما، كل ما تبعتها الروح الأخرى. وأكيد أنه توائم الشعلة في الغالب يعني ليس لقاؤهم ببعض هو الذي يجعلهم يجدون مهمتهم الروحية، لأنه فيهم الكثير. يعني اللقاء، المهمة الروحية غير متعلقة باللقاء، حتى تعرفوا، يعني السؤال هذا طرح علي في كثير من المرات. المهمة الروحية ممكن تكونوا اكتشفتوها سنوات قبل اللقاء، أو أشهر أو لا أدري. وفي الغالب هذا حال جميع البشر الواعيين، كل البشر الواعيين اكتشفوا مهمتهم الروحية وبدأوا فيها. ولكن الشيء اللي يحصل بعد الريكونكشن أو بعد اللقاء الروحي، أنا نسميه، تعرفوا علاش نسميه الريكونكشن، there is a connection، يعني في بداية العلاقة هناك connection، the first connection. وبعدين لما تمشيوا في العلاقة راح تعملوا، خاصة بعد مرحلة الانفصال، راح تعملوا reconnection. لماذا؟ لأنه فيه نسخة جديدة أصلية من أرواحكم طلعت إلى النور. فهميني؟ فالconnection هي اللي تحصل معكم مع أرواحكم في بداية الأمر، لما تخلصوا بلوكاتكم وتتشافى وتصيروا في درجة عالية من الوعي، راح تعملوا reconnection. فإذا قلت
الريكونكشن هذه تجعل من مهامكم، تجعل مهامكم الروحية واضحة. ممكن كنتوا تعرفوها ولكن ما كانتش واضحة المعالم، رح تجعل ستتوضح مهمتكم الروحية شيئا فشيئا بعد هذا الاتصال. وهذا الريكونكشن هي اللي حتسلط الضوء، يعني في ظروف قدرية هكذا رح تجي حتى تسلط الضوء على مهمتكم الروحية، حتى تشاوركم، تقولكم هنا ينبغي أن تحفروا، هنا ينبغي أن تعملوا. يعني في شيء من الإلحاح من الكون، من الطاقة الكونية بشدة يدفعك يعني إلى أن تذهب إلى مجالك أو إلى مهمتك الروحية. أرواح التوائم الشعلة يقدمون وبإخلاص وبتفاني وبحب لا مشروط، يقدمون إضافات مهمة للمجتمع البشري الواعي. نعاود، أرواح توائم الشعلة المخلصة النقية تقدم في مهمتها الروحية إضافة، إمباكت، إضافة قوية وكبيرة على المجتمع الواعي أو على المجتمع البشري الواعي. وإذا كانوا يعملون في السابق بصورة مبعثرة، لما يتعلموا ولما يرتفع وعيهم راح يقولوا يعملوا بصورة منظمة بعد اللقاء، يعني حين ينظموا جهودهم وراح يصبحوا أكثر انتظام، أكثر هدوء، أكثر سماحة، أكثر طيبة إلى آخره. توسكيتي، كل شيء اللي كان فطري فيكم سيثقل، سيتربى ويثقل، وتصبحوا تقدموا الشيء في أحلى طبق، في أحلى طرق، بعد ما كنتوا تقدموه في السابق ممكن بطرق غير مدروسة، بطرق مبعثرة غير منظمة إلى آخره. ولما تصيروا على هذه الحالة رح يكون الأثر، مثل ما قلت الآن، رح يكون أثر عملكم، أثركم أنتم كأشخاص على الوعي أقوى، مش مثل ما كنتوا في السابق. لماذا؟ لأنكم تكونوا تخلصتوا من كل القشور المادية والبلوكات الاجتماعية التي كانت تحد من حريتكم، كانت تحد في السابق من قوتكم. قوتكم الروحية ما كانتش باينة، ما كانتش معروفة أو ملموسة على أرض الواقع، نحن تشوفوها. لذلك لكن لاحظتوا حطيت صورة في الأوديو السابق، The Spiritual Authority، الأوتوريتي سبيريتوال، الناس اللي عندها أرواح قوية، توائم الشعلة من بينهم، عندهم سلطة روحية، لازم يمارسوها على الوعي، لازم يمارسوها على الأرواح الواعية اللي تقل عليهم في درجة الوعي. أتمنى من الجميع أنه يبحث عن مهمته الروحية ويبدأ فيها في أسرع الأوقات، لأنه هذه هي مهمتنا بصورة عامة انطلاقا من هذه السنة 2021 أو من العصر اللي بدنا فيه، عصر الدلو. لازم كل البشر يعملوا على رفع الوعي. الآن العامل الآخر هو العوائق التي تحدكم، أو البلوكات المادية. ما نتكلمش على العوائق النفسية والاجتماعية إلى آخره، لا، نتكلم على العوائق المادية، العوائق اللي عندها نكهة وجودية، نكهة يعني هي موجودة ماديا، كالمسافات، كاللغة، كالديانة إلى آخره. يعني أنه يكونوا كابلز من دين مختلف، مثلا واحد مسيحي واحد مسلم، أنه يكونوا من جنسيات مختلفة، أنهم يكونوا يتحدثوا لغات مختلفة ولا واحد يفهم فيهم الآخر. كل هذه البلوكات والتحديات كذلك تجعل من العلاقة أكثر قوة، أكثر صلابة، تجعل من العلاقة فيها تحديات كذلك أكبر. يعني لاحظوا واحد يتكلم لا أدري الصينية أو الكورية مع شخص يتكلم عربي أو مع شخص يتكلم فرنسي، الحين تشوفوا حجم الحد اللغوي هذا اللي الحين يتخطاوه في الكثير من توائم الشعلة، اللي تخطاوا هذه الحوائج وحط الحواجز وحطموها في الكثير من توائم الشعلة اللي تخطاوا هذه الحواجز وحطموها تماما، دليل على قوتهم أكيد. العامل الآخر الآن
نقول عليه أنه ممكن لا أدري كيف أعبر عنه، نقول هو تحدي الوعي الجماعي. يعني أنك كل ما دخلتوا أنتم كتوائم شعلة في تحدي مع الوعي الجمعي وأثرتم، يعني أثرتم في هذا الوعي، يعني أحدثتم التغيير، كلما وضعتوا أحجار كريمة جديدة، دي بيير بريسيوز، أحجار كريمة جديدة في بناء الإنسان الجديد، الإنسان الواعي، كل ما تشافيتوا أنتم كأشخاص كطاقات وحطمتوا كذلك البلوكات اللي كنت تحدث عليها، البلوكات المادية، كل ما زاد زدتوا في تراكمات الوعي، نسميها الاكوميلاسيون دي ميمور أو الميموريا اللي حدثتكم عليه. قلت لكم أنه كل شخص فينا عنده ميموريال، الميموريال هذا هو اللي يبقى في بعض الأحيان بعد الموت ونقول عليه شبح. فإذا الميموريال هذا لما يحطم البلوكات الاجتماعية رح يخلق لنا جيل جديد أو ميموريال جديد للإنسان الحر، للإنسان الواعي، الإنسان الذي لا يتبع لغريغور غوليجيو، لا يتبع الهرم الديني، لا يتبع الهرم الاجتماعي إلى آخره. العامل الأخير المؤثر هو القدرة على تنظيف الطاقات الغير متطورة. كل الطاقات السلبية هي طاقات غير متطورة، يعني ما تمشيش للأمام، ما تخليش الإنسان يمشي للأمام، الخوف، الحزن، السلبية، الغضب، كل المشاعر اللي تخلينا نتوقفه، كل هذه المشاعر هي طاقات غير متطورة. أوكي؟ فأنت لما يكون عندك، كل ما زادت عندك القدرة على تنظيف الطاقات الغير متطورة فيك بواسطة انتقال الجينات، الترانسفورماسيون جينيتيك اللي حكيت لكم عليها، بواسطة انتقال أو تغير الجينات الروحية، لاحظوا هناك جزء من التناسق أنا ما عملتوش، وهذا الجزء مهم كان المفروض نتحدث عليه قبل ما نعمل هذا الأوديو، ولكن للضرورة أحكام لا أدري. الإنسان القوي روحي عمل تناسخات مستمرة في الناس محيطة به، فأنا هنا نتحدث عن الترانسفورماسيون جينيتيك، التغيرات الجينية اللي تحدث على توائم الشعلة طيلة الرحلة التوأمة، وهذا يعني أنهم راح يصبحوا أشخاص نضاف من الطاقات السلبية أو بما يسمى The Shadow Life، اللي هي الحياة المظلمة أو الجانب المظلم في الإنسان، ذلك الجانب الذي لا نحبه فينا. فأنتم كل ما نظفتوا طاقتكم، كل ما انعكس ذلك على محيطكم، وكل ما أسستوا لجيل جديد، الجيل القادم نقصد به من الأرواح بعد حوالي 42 سنة، لأنه فترة المراهقة وفترة الشباب في الحقيقة تنتهي عند سن 42 سنة، راح نتأسسوا لجيل جديد من التناسخات الجينية الجيدة، يعني روح قوية منطقية راح تعطينا تناسخات قوية، أرواح قوية في المستقبل، مش راح تعطينا أرواح مادية، مش تعطينا أرواح ضعيفة. لماذا تقولوا لي؟ لأنه بكل بساطة هذه الأرواح في حياتها لما كانت حية عايشة قد قضت تماما على الإيغو، ما عندهاش إيغو، ما عندهاش ميموري المادي. تذكروا قلت لكم الناس اللي تبقى في الأرض، الأشباح اللي تبقى في الأرض هي ماذا؟ تذكروا قلت لكم هي ناس مرتبطة جدا بالمادة، عندها إيغو، عندها ارتباط وثيق بحياتها المادية اللي عشتها، ولذلك هي ما تعرفش أو ما توعاش أنها قد غادرت الأرض، فتبقى الفريكونسي تاعها هابطة بس قريبة للأرض، فلذلك تظهر أحيانا في الأماكن اللي عشت فيها، تبقى طاقتها موجودة في الأماكن اللي عشت فيها.
نفس الشيء. لهنا نحن أمام أرواح متطورة تخلصت من الإيغو، ومعنى ذلك أنها تلتحق، ستلتحق بالأرواح العليا، ورح تصنع لنا في المستقبل أكيد، يعني بعد الموت. نتحدث عن الموت كأنه مستقبل. ما رح تضحكوا علي. رح تصنع لنا بعد الموت أرواح قوية، أرواح قوية ستتناسق في الأرواح الجاية، الأرواح الجاية إن شاء الله. وهذا يؤدي إلى ماذا؟ إلى نقص في الطاقات المظلمة، لأنه الطاقات المظلمة هي ماذا؟ هي عبارة عن الطاقات السالبة اللي موجودة إحنا في جسمنا، إحنا كلنا فينا هذا الجانب المظلم اللي كنت حدثتكم عليه الآن. فكل ما تخلصنا من هذا الجانب المظلم اللي فينا، وتخلصنا من الإيغو هذا اللي فينا، كل ما زاد وعينا، وكل ما وعينا أكثر كل ما تخلصنا من الخوف من المجتمع. ما نعودوش نخافوا فلان ولا علان ولا الدولة ولا الحكومة ولا القانون ولا الفقر ولا شيء يعود يخوفنا. لماذا؟ لأننا تخلصنا من كل مخاوفنا، لأننا نعرف أن أهدافنا في يدينا، وأننا باستطاعتنا أننا نصنع الشيء اللي نحب عليه، الشيء الذي نريده نحن. بالإضافة إلى ذلك، فتوائم الشعلة ينظفون دوريا طاقتهم، يقولوا يعملوا هذا بصورة أوتوماتيكية، يعني خلاص هم يتعرفوا على الشاكرات، ويتعرفوا على انتقال الطاقة، ويتعرفوا على التبادل الأثيري والتبادل الطاقي، واللي عندهم كل المادة المعرفية اللازمة باش ينقوا أو ينظفوا طاقتهم باستمرار. وهذا يؤدي إلى غياب كامل للجانب المظلم اللي كان فيهم، وأكيد يؤدي إلى غياب مطلق لكل السلوكات الخاطئة اللي كانوا يعتبروها مبادئ، أحياناً مبادئ وأسس في حياتهم. وماذا يحصل بعد ذلك؟ سيؤدي هذا التغيير إلى التغير في المجتمع. ما لاحظوا الفرد ما هو؟ الفرد هو جزء من المجتمع، فإذا حصل التغيير على مجموعة من الأفراد، حصلنا في النهاية على ماذا؟ على التغيير في المحيط، لأن المحيط يعكس ما بداخلنا نحن. إحنا طاقتنا هي تنعكس على المحيط. إذا كانت طاقتنا نظيفة تنعكس على المحيط، إذا كانت طاقتنا سامة تنعكس كذلك على المحيط. أعتقد أني كملت. هذه هي العوامل اللي تجعل من علاقة توأم شعلة علاقة قوية جدا. نحب نذكركم أن الانفصال فيها صعب جدا، لأنه الديكونكشن هذه اللي تحصل على المستوى الطاقي. يعني لاحظوا في العلاقات العادية هناك تعود، رجل تعود على وجوده مع امرأة فحفظ عاداتها وحفظت عاداته، ويتبادلوا العطف والمودة وإلى آخره، لكن ما فيش كونكشن، ما فيش spiritual connection إلا بعد مرور 30 سنة مثلا مع بعض، من يبدأوا يخلقوا بعض التوائم الروحي. وهذا الشيء اللي لاحظته في مع العجزة لهنا. لكن في علاقة توأم الشعلة هناك spiritual contact و spiritual connection من الأول، وهذا الذي يؤدي إلى صعوبة الانفصال. ورغم كل الانفصالات المتكررة والعودات المتكررة، إلا أنه الألم دايما يبقى موجود. فنحبكم تأخذوا الأمر على أنه طبيعي، ما زلش تبقوا تفسروا لماذا أتألم ولماذا أنا. take it easy، خذوا بصورة بسيطة وكأنكم شربتوا دواء مر، تعرفوا أن هذا الدواء مر ولا مش مليح ولا رح يعطيكم وجع معين أو ما شابه. that's the same thing. قولوا لنفسكم أني في كل مرة سأنفصل سأتألم، في كل مرة سأنفصل عن هذا الشخص سأتألم. حطوا لي أسئلتكم إذا فيه أسئلة، لا في شيء غير مفهوم. بالنسبة للبنات اليين قلتوا طلبتوا مني واحد الموضوع، أعتقد في المنتدى قلتوا لي والله لا أذكر السؤال. طيب نرجع للمنتدى نقرأ السؤال، لكن وعدكم الأوديو الجاي للبنات اليين أكيد 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 for sure. تحياتي لكم، مع السلامة، تهلاو في رواحكم.